أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. مشاهدي الكرام، أصبحت الفنانة بلقيس أحمد ربما أول فنانة تشارك الجمهور بآخر فيديو كليب لها، ومن الجدير بالذكر أنه هذا الفيديو كليب حقق نسبة مشاهدة عالية في اليوتيوب لأنها استخدمت طريقة جديدة، استغلت جماهيريتها الموجودة في إنستغرام، جماهيريتها طبعا الواسعة في إنستغرام، وأطلقت مسابقة. هذه المسابقة بأحسن رقصة، واللي بيفوز طبعا بتنزل هذه الرقصة بالفيديو كليب. خلينا نشوفه سوا. شفنا مقتطفات من الفيديو كليب ونحب نهني الفنانة بلقيس على آخر فيديو كليب لها. كمان نحب نهني ضيوفنا في الاستوديو وهم مخرجين الفيديو كليب معنا اليوم، الشاب سلطان عبد المحسن والشاب سلطان مجدلي. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا فيك. ألف مبروك. الله يبارك فيك. أول شيء يعني بدت فكرة الفيديو كليب كانت فكرة غريبة شوية، شاركتوا الناس فيها ويعني خرجتوا برا المألوف شوية، فحكوني كيف التقيتوا بالفنانة بلقيس وكيف جات الفكرة معكم؟ أول شيء خلود، قبل ما أدخل في الكليب أعتذر من اللي يسمعونا على إذاعة ألف ألف أم. اليوم مفروض أكون على الهواء، بس فضلنا نكون معاك إن شاء الله وملحوقين بكرة نكون على الهواء. الله يخليك، مرة شكرا. كيف يعني تردي لنا زيارة لازم إن شاء الله. أوكي، بالنسبة للفيديو كليب جاتنا الفكرة أنه أغنية دقوا خبيتي من الأغاني اللي كانت ضاربة في ألبوم مجنون لبلقيس، من كلمات التركي الشريف ومن ألحان فايز السعيد. الأغنية من الأساس كانت مكسرة الدنيا وكانت بتسوي جو ونسبة مشاهدة عالية على اليوتيوب، فكنا مفكرين هذه بأول أربع أيام كانت نسبة من قبل ما يتصور الفيديو كليب، فقررنا كان مفروض ما راح تتصور لأنه الوقت خلاص خلص وعد أكثر من سنة على الألبوم، فكنا ناويين نسوي فكرة مجنونة وفكرة غريبة. بلقيس متعودة كل فترة تسوي مسابقة للفانز حقونا على الانستغرام اللي عددهم جالسة ما شاء الله تتزايد، ففكرنا انه طلعت فكرة رقصة البطريق والاشياء هذه والناس تفاعلوا معها، فلقينا الشباب كثير عندهم حماس على على المشاركة والرقص والتنكس والاشياء هذه، وموجود مقاطع كثير على اليوتيوب وعلى الانستغرام شباب زي كذا، فمن وقتها قررنا ان احنا نسوي فكرة فيديو كليب يكون بس يعتمد على الشباب اللي تنكسوا على الأغنية، واحد منهم في النهاية حيربح. اكتشفنا أنه كمية المشاركات كانت مرة كبيرة، أخذنا منهم بس 100 فيديو اللي تقريبا استخدمناها في الفيديو كليب. هي كانت فكرتك؟ فكرتي أنا طرحت على بلقيس وكان وكنت يعني متردد كثير، إحنا أنا وبلقيس يمكن أصدقاء من فترة طويلة، فطرحت الفكرة وكنت متردد كثير أنه هل يتقبلوها الناس أو لا. الحمد لله لقينا فيدباك وصدى ممتاز يعني على الفيديو كليب. تمام، يعني كل شيء جديد انتم بداتوا فيه، يمكن بعد كده تلاقي الفكره تنتشر اكثر واكثر لانه فكره جديده، يعني دائما اول شيء فكره جديده. وبعد كده انا شفت يعني انا كثير صار يقولوا انه سيلفي زي فيديو كليب سيلفي وكذا، بس هي الفكره تقريبا مره مختلفه كثير عن فيديو كليب. تمام هي فكره سيلفي. اقتباس فيديو كليب من فيديو كليب هذه فكره غير مقبوله في عالم الاخراج يتهيألي، ولا هي تعتبر فكره عاديه؟ شوفي لانه شفنا فترات انه في فيديو كليبات، بعض الفيديو كليبات تقتبس من بعض كليبات اخرى او مشاهد من افلام او الى اخره. احيانا الستايل يتشابه، احيانا لما يكون في عاده لما تكون لما يجيك البروجكت لازم تعمل ريسيرش وتتفرج على اشياء مشابهه للاشياء اللي انت حتقدميها. اوكي، وممكن تتطوري فوقها. نعم. فاحيانا المخرجين بيحاولوا ياخذوا الستايل بس يحطوا شخصياتهم ويضيفوا لمساتهم على الكليب. بالضبط. طيب انتوا اول مره تخرجوا طبعا فيديو كليب، حضرتك مخرج من قبل؟ اي. واول مره تخرجوا فيديو كليب سوا مع بعض؟ بالضبط. كاول مره ما لقيتوا الموضوع فيه صعوبات وكان فيه تحدي؟ شوفي، هو في البدايه اي بروجكت بيجيني لازم يكون تحدي، لازم يكون هو بمثابه تحدي.
التحدي في هذه المرة انه احنا بنصور لايف اودينس، يعني بنصور جمهور في وسط الحفلة، ونطلع الامبريشنز حقتهم، انه نطلع ردود الافعال، تفاعل الاغنية، تفاعل وعندنا 4 دقائق في الاغنية بس. فكيف احنا ناخذ التعابير وناخذ الحماس حق الجمهور في 4 دقائق، هذا كان التحدي. تمام طبعا اغنيه دق وخبيت ما شاء الله، يعني يتحمس اللي ما يتحمس. فالحمد لله قدرنا نطلع التعابير الناس، وقدرنا نطلع يعني انا رشحت السينماتوجرافر ادهم الزنبق، يا يعني جيرو تحيه، طبعا كل الصور اللي احنا شفناها جميله هذه كلها من يده. تمام. ف لما قدرنا نطلع هذه الصور، فسمعنا الاغنيه مليون مره. فعرفنا في هذا المقطع من الاغنيه ان يكون مع الجمهور. تمام. في هذا المقطع من الاغنيه نكون مع، فوزعنا الكاميرات. بس هذه غير المسابقه. ايوه غير المسابقه. غير احنا هنتكلم على المسابقه بس احنا. أوكي. يعني جانا فضول ندخل جوا الكواليس اذا ما عندكم مانع. خلينا نشوف مشاهدينا الكرام الكواليس. هذا امس من زواج كده. انا اضرب على زير، على زير زير وانا بي اف اي مظبوط اف اي تي اتش دبلة. شوفوا أي فرحة. شوفوا الدبنة. كده مشاهدينا الكرام احنا شفنا كواليس هذا الكليب، وحنرجع مره ثانيه لضيوفنا عشان نسالهم على المسابقه. سلطان حكيتني على المسابقه، انه كان في مسابقه في الانستغرام، اللي حيقدم احلى رقصه حتدخل في الفيديو كليب. اكيد وصلتكم اشياء فظيعه، حكينا على هذا الموضوع. مشاركات رهيبه الصراحه، احنا نشكر كل اللي شاركوا. وعلى فكره يعني اي ناس تعرف ترقص كويس ولا لا؟ الناس رهيبه والله. شباب فنانين جدا. هي المسابقه كانت للشباب وللاطفال الصغار يعني، فالشباب مبدعين، في ناس رهيبين. والفكره يا جماعه مش الفكره يعني احنا مربوط عندنا الرقص بالفرح والرقص الرجولي المميز اللي شفناه يمكن في الفيديو كليب من شباب رهيبين يعني. لما تنبسط انت طبيعي بتتنكس، نقول حتى ما نقول ترقص، تتنكس. شوف اطفال حتى رهيبين شفناهم يرقصوا، مشاركات رهيبه. يقدر الكل يقدر يشوفوها على الانستغرام، الهاشتاج دقو اندرسكور خبيتي، يقدروا يتفرجوا على الفيديوز. اخذنا 100 فيديو منهم وحطيناهم. طبعا اشكر الجروب، جروب بلقيس وجروب بلقيسيون او انا لخبط في الاسم، وصلت. نشكرهم الجروبات حقتها، لانهم تقريبا اللي اخذوا الموافقات، لانه كل اللي انعرضوا على الفيديو كليب من جمهور ومن من مشاركين كلهم اخذنا موافقاتهم، لانه روتانا كانت طالبه الموضوع هذا، واحنا اساس يكون عند الشخص، يمكن يكون احد صور بدون ما يدري او شيء زي كذا، فكان عندنا اكيد شيء اساسي ناخذ. وصلتكم اشياء غريبه؟ وصلت اشياء مره غريبه. وصلت مشاركه من شخص كذا هو كانه كذا يعني اسيوي بس عايش في امريكا، يرقص رقصات شرقيه، فكانت هي اغرب مشاركه يعني، احسن الناس يتفرجوا عليها، حتى نزلت على اليوتيوب من كثر ما الفيديو غريب يعني، يقدر يشوفوه على هذا. وطبعا في مشاركات كثيره، نشكر تمساح شارك في الرقص، دكتور موني، ما انتم مخليين احد لا يعني الكل تحمس والكل تفاعل. من هنا يعني نشكرهم كل اللي تفاعلوا ودعموا الحمله هذه. لهم كل التحيه. طيب الفيديو كليب سلطان، كان يوجوالي احنا نعرف انه الفيديو كليب مخرج واحد دائما بيكون هو اللي قائد، اللي قبطان هذا المركب، لكن لما يكونوا مخرجين اثنين ليه هالمرة كسرتوا العادة؟ شوفي، هو مو كسر في العادة، هو في أشياء كثيرة بتتم عن طريق مخرجين. في البداية لما جاني البريف من سلطان على أساس أنه قال لي أني باك تخرج لنا الفكرة هذه، فشفت أنه سلطان عنده أفكار مرة حلوة وأفكار إخراجية، فقلت له واي نوت أنه إحنا اثنين نشارك أفكارنا مع بعض. تمام. يعني two brains better than one يعني، فاهمة؟
فشاركنا افكارنا مع بعض وطلعنا كمخرجين يعني. بالعكس كانت تجربه مره حلوه. وهذا طيب مش اول شغل ثنائي يعني بيني وبين سلطان، قد اشتغلنا قبل كذا اكثر من بروجكت، بس كانت اعلانات الاذاعه الف الف، برامج تلفزيونيه وكذا. فاليوم سوينا كذا الدمج. طب مخي بصراحه كذا لما يكونوا الاثنين مع بعض ما في مثلا، كان في بعض الاحيان نقول برا وبعيد يعني انه يكون في احتكاك، لا انا رايي يمشي لا، زي ما بيصير في اغلب الاماكن انه مثلا لما اثنين يقودوا هذه المركب فتحس انه ممكن يكون في احتكاك، صار هذا الشيء بينكم ولا كان الموضوع مكمل لبعض؟ شوفي انا اقول لك شيء، الاساس كان عندنا الصراحه يعني انا يكون شيء مضايقني، وهذا الشيء على فكره في الشغل يعني، انا بشتغل في التلفزيون من اكثر من 7 سنين. الشغل التلفزيون يعتمد على الجروب، وشغل الانتاج المرئي يعتمد على جروب كامل، فاذا ما كان في صراحه وفي شفافيه بين الناس الموجودين اليوم ضايقتيني يا خلود بالحركه هذه، اليوم ضايقتيني لما اخذت القلم، حتى لو قالت عليكي مثلا او قال عليكي نفسيه او قال عليكي، بس الشيء هذا حيذيب الخلافات وحيذيب اساس الخلافات. فكانت من الاساس يعني الشغل مع سلطان مبني على الصراحة والوضوح من البداية. الصراحة والوضوح، وهذا أساس ترى أي عمل جماعي يكون مرة مريح، بدل ما يصير في أحزاب وشغل ومدري إيش. شغل التلفزيوني دائما والمرونة بالنهاية بينكم كانت يمكن هي العمل الرئيسي اللي كان بينجح الموضوع والإبداع. طيب أنا حابة أعرف ردود أفعال الناس، كونوا أنتوا أول مرة تعملوا هذا الفيديو كليب سوا، والرقص، فكرة الرقص إيش كانت ردود أفعال الناس؟ كانت إيجابية؟ كان في ناس ضد؟ كان في ناس مع؟ يعني أكيد أكيد إلا وما يكون في عمل ناجح تكون في ناس ضدك. أتفاجأت من ردود أفعال الناس، يعني أنا كنت متوقع حاجة حلوة، بس هذه ردود أفعال الناس مرة كانت جميلة والناس مرة انبسطت يعني. فقط توقعاتنا يعني، فقط توقعاتنا. أيوة فقط توقعات يعني. أنت تتكلم عن 4 أيام بس على الكليب على اليوتيوب، ماخذين most popular في السعودية، أكثر مشاهدة في السعودية. كم من viewers كانوا بالبيت الحين يعني قبل ما ندخل على الهواء بشوية؟ تقريبا قربنا عن 500,000 يعني. أنت بتتكلم عن يعني 4 أو 5 أيام عن فيديو كليب. البادجت على فكرة كثير كان الناس بيسألوا على البادجت وطريقة التصوير أنها بسيطة. مو هو يمكن التريك اللي كان عندنا أنك قديش تقدر تسوي فيديو كليب فكرته حلوة توصل للناس تفرحهم، تفرج على فيديو كليب مدة 4 دقائق تنبسط، وفي نفس الوقت تحس انه انت ما بتتفرج على شيء مكلف، اضاءه ما ادري كيف وكاميرا بالزبط. بتنزل من تحت وكرين والاشياء المعقده هذه، انت تبغى تشوف شيء بسيط. صحيح. ناس ترقص على طبيعتها، بلقيس على طبيعتها، بتتفاعل مع الناس. انتوا بالنهايه قدرتوا باول اخراج لكم انكم انتوا تعملوا هذه تكونوا حديث الناس بهذا الكليب. الكليب يتهيألي مو بس ايقاع، او الاغنيه مش بس ايقاع، تحرك الناس وكليب، يتهيألي الاثنين بيكملوا بعض، صح ولا لا؟ ايوه طبعا تفاعل الجمهور كان له دور مره كبير في نجاح الفيديو كليب، سواء الناس اللي تصورت او الناس اللي تفرجت، لانه انت كل صح. طول ما انت بتتفرج على الفيديو كليب انت مبتسمه وبتضحك متحمسه تمام. طبعا روح كمان بلقيس يعني روحها مرحه أكيد. في الفيديو كليب هي كمان اكتف مره بالسوشيال ميديا، فبتخلي الناس متشاركين معها في كل حاجه. بالضبط، زي ما يعني في كومنتات كثير انت يا بلقيس كسرتي الروتين، وبالعكس تمام. كسر الروتين احيانا يكون شيء مره جميل. صحيح. على سيره الروتين وكذا، يعني كمان بلقيس ذكية أنها قدرت تستخدم الشباب سعوديين، أعطتهم الفرصة. إحنا كل التيم سعودي تقريبا اللي اشتغل البروجكت ذا، ويعني شكرا لها أنها آمنت بالفكر الشباب السعودي. أكيد. شوف فنانين كثير سعوديين ما بيآمنوا بفكر طبعا الشباب. طبعا نحن نهني الفنانة بلقيس ونهنيكم على الفيديو كليب، وأكيد بعد هذا النجاح الكبير جدا جدا اللي الناس حبوه أول شيء، إن شاء الله لكم إن شاء الله مزيد من التوفيق في فيديو كليبات أخرى ومسلسلات وأفلام إن شاء الله لقدام أكثر. شكرا لكم. شكرا لكم. إذا مشاهدي الكرام، بعد هذه الفقرة نكون وصلنا إلى آخر أو ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله بحلقة جديدة وفقرات جديدة من سيدتي. إلى اللقاء.